كل شيء جاي جديد وكل شيء تبدل على كما كنا مالفين به قبل. شنو جديد اللي جاي به شريف علوي السنة؟ جديد عندي أغاني كانت ممنوعة باش نغنيها، لأنها أغاني كانت يستحيل كنا نعملوا في لوتو سونسور، وفات كنا نعملوا اون اوتو سونسور. لا لا هذه ما تتعداش، لا لا هذه مش لازم واحد يصرف عليها، لا لا حكايه فارغه، لا سايب علينا، لا برا كاكا سايب علينا، مش لازم فك علينا. هذه الانهزاميه اللي كنا عايشين فيها. اطلب الديك يؤذن لصلاه الصبح فينا، فابى الديك رسول من امام الناس كينا، عرض الأمر عليه وهو يرجو، فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعينة. تعرفوا شريف علوي بالله؟ انا ما نعرفوش، اما يحكوا لي حبيت جست نشوف الهبله نتاعو على الركح. جيت باش نتفرج يوم خاطر ما نعرفوش مازال. شريف علوي عمري تفرجت فيه مره في التلفزه، في الراديو اما ولا في التلفزه اما في المباشر هكا اول مره. عجبني فيه الركح نتاعو والستيل نتاعو حلو برشا وغنيها مفضله الحقيقه عجبني برشا. مغرومه به شريف فنان باهي ونحب اغنياته الكل براتيكمون نعرفهم الكل وديما نحضر في حفلاته. شنو تحفظ الشريف العالم؟ نحفظ يا بحا اي وبرز الثعلب ويوم نحفظ حبيبتي الحريه سورتو لي نحن توا في الثوره وفي حفظت مذهب على خاطر خالك ولا على خاطر شريف علوي بصوته؟ نو على خاطر كلماتهم، يعني كي تجي انت تسمع شريف علوي ما تنجمش تسمع الصوت، يعني الناس علاش مش الناس كل تفهم شريف علوي؟ خاطر الناس كل ماهيش قاعده تسمع في الكلمات، متعه في الكلمات. وكشف انا واحد من الناس شخصيا كشفت عليه كفنان ومعجب به. لاحظنا برشا اقارب اليوم حاضرين يظهر لي في الحفل. اكيد اي برشا اقارب وانا وقعت محرجه خلاص برشا ناس ما كنتش نجم نوجه لهم للدعوات. حبيبتي لا تعرف القيود، حبيبتي لا تعرف العقود، لون حبيبتي من زهر البستان وهذا شوق لحبيبتي. هو معروف بغنية ديري عقلك زيوانة، هذول ما حضرت له لعبات كان الغنية ذيك. اي فلا بون نسمع بها الغنية، ما عمري ما نسمع كان المقطع هذيك. انا مغرومة بسي شريف علوي بالاخص غنية ديري عقلك زيوانة. ديري عقلك زيوانة ديري. يا عطشانة هي يا عطشانة هي. هو جنون ركحي ويردنا احنا زادة مجنونين به هو وخاطر يعمل لنا برشا جو. عنده طابعه الخاص وعنده جو، مرة يسيب الحمام يقولوا جيبوا له حصان ما يموتش، مرة عنده طابعه الخاص وعنده جو شريف تحفون برشا. الحضور الجسدي والحركات اللي تبهرنا بها شريف علوي، مازال هو بيدو شريف علوي على الركح. والله يغزر انا والحالات اللي انا موجود فيها على الركح جو نو في با اكسبري، هذاك احساسي، انا نغني لاني نحس. وهي الحروف تختلف في اشكالها فتتحرك، حرف الراء مش كيما حرف السين، حرف الدل مش كيما حرف النون، اذا فما بالك الانسان واحاسيسه وداخله. فاعتقد ان هناك تطور في العمر، هناك أشياء ترتبط بالركح. يا
ما تطلع سيغسين باش تعملوا استعراض، ما نعرفش علاش انولي ولا ما تفهمتوش ولا شنو الحكايه. نو نحن على اخر دقيقه لابسين الكوستيم تاعنا مولا واضحه، اما صارت بروبليم كو ما هبطوناش في لافيش تكنيك. والله غالب جي غانا دير فريمون والله. جينا على اساس نخدموا معاه في انت كونت قال لنا نو اون بو با. هذه الحكايه اورغانيزي من قبل معناتها انك باش تطلع وتعمل استعراض. تي لاخر دقيقة لي كوستيم تاعنا اليوم نحضروا فيهم وربي يعلم بحالنا. تي با بروفيسيونيل هكا جملة. طريق المأساة وهي لسه مريضة، انسى تعب المر على ضوء القمر، جو النور الدافي وأشعار السحر، جو النور الدافي وأشعار السحر، أشعار السحر. صبغة جديدة للمهرجان كارتاج من حيث الفنانين، من حيث اللي تعودنا به، من حيث جمهورها، كل شيء جانا جديد مع الثورة. تعرف هي مسيرة، هي بداية مسيرة، بداية رؤية. التونسي لازم ياخذ حقه وياخذ حظه ويحاول باش يكون بصوت، بصوت سواء كان في جميع الفنون. عندنا هوية، لماذا لا؟ يسلوك المواسم فينا، يصوت المدى ينادينا، طاوعنا الأمل غنينا، وما غنى سوى المشروع، وما غنى سوى المشروع. اليوم الببليك ما كانش برشا اليوم حاضر، أما السهرية ما يمناش اللي هي حلوة اليوم. عايشك عايشك. لا هو مؤكد بالنسبة للببليك راهو ماهوش كان في السهرية هذية. أنا البارح مشيت للافتتاح وفما حوالي 50 واحد على الركح، بمعنى كان واحد جاب ثلاثة ولا أربعة منات معناها يغرى 200 بيرسون. البارح كان فما حوالي 300 ولا 400 واقف في افتتاح. الظرف صعيب، لكن راهو اللي باش يغني ولا يعمل مسرحية ولا باش ينشط ولا باش يرقص في الفترة هذه راهو هو قاعد يساهم في عودة الحركة الثقافية وعجلة الحركة الثقافية لتونس ويلزمها ترجع. بعد الثورة هكريت الأمور ماحي مع الريح، على خاطر الوضع ما كريت في البلاد مازال امنيا، مازال ساعات واحد يخرج قربته هز وهل يقول كان نمشي نتفرج في عرض نروح نشد في ستوب ولا نروح على سخية. رغم الحضور الجماهيري الضئيل اما سهرية حلوة، اغاني جديدة حلوة، سهرية روعة خارقة للعادة. عرض ممتاز جيد على على جميع المستويات، ان كان هو كفنان والا على مستوى الفرقه. لي كونديسيون برشا صعاب، تبقينا معناها تعديت اكسبسيونيل وتبارك الله عليهم الكل ونشكرهم فرد فرد وبيهم هما نجحنا وكاو.